يعيش مرضى الفشل الكلوي معاناة قاسية ومستمرة بسبب طبيعة المرض البيولوجية والنفسية، إضافة إلى المضاعفات الخطيرة الناتجة عن هذا المرض. لنتابع مشاهدين حالة راضية من ولاية خانشلة. راضية بريك من دائرة قايس ولاية خنشلة، عمري 30 سنة. نعاني من مرض قصور كلوي. هذا المرض أنا زايدة به، ما فقت به بكري، يعني في واحد العمر كي كان في عمري 11 سنة. حكمني شوية استرايا كي درت ليكوغرافي، قالوا لي عندك كلية صغيرة وكلية نورمال. وصلت في عمري 26 سنة، نهار كي تحت كيما نقولوا ضربة واحدة، يعني ماشي، ما كانش عندي يعني سابقة معلومة سابقة اني راح نوجد روحي للدياليز ولا كي تحت ديريكت مدوني لليزيرجونس. كي داروا لي زاناليز والتعييرات كامل اللازمة، لقاو بلي عندي ارتفاع في وظائف الكلى، اللي معناها انه الكلوي في زوج حبسوا، يعني في زوج توقفوا عن العمل، اللي لازم في الحين وندير عملية تصفية الدم. يعني دياليز متعب، فيه معاناة بزاف، فيه بزاف مضاعفات كيما نقولوا، فيه بزاف مضاعفات. الاتونسيون تطلع تهبط، سكر ثاني، ما يخليكش آلاز، ما يخليك لا تخدم، ما يخليك ما تدير حتى حاجة، يعني غير كيما نقولوا تعس غير الدياليز، وقتها تروح الدياليز تروح ترقد الغدوة ثاني، تنوض تعبان في حال الغدوة من ذاك تعاود ترجع للدياليز. هذه حياة إنسان يصفي الدم، ما ينجم يخدم، ما ينجم يدير دار، ما ينجم يدير حتى حاجة. وكما تعرفوا العملية باش دير تروح دير زرع كلى في الخارج عملية بزاف غالية، لي أنا وحدي شخصيا ما نجملهاش. لهذا اني جيت قصدكم انكم تعاونوني باش اللي تقدروا، باش ندير كلية ونرجع نمارس حياتي كيما الناس كامل، كيما اي طفلة في هذه الدنيا اللي تحلم انها تخدم وتكون اسرة وتدير وليدات وتعيش حياتها عادي. يعني هذه بنتي مريضة تروح للدياليز، كي تجي تعبانة في الدار، وأنا بغيت تعاونوها يعني كاش ما تفوت الخارج، تدير كلية ترجع كيما بكري، ترجع كيما الناس كيما كان تخدم ودير كاش ما يفرج عليها ربي. حتى ما رقدتش مليح، وكنت تفكر هكا نقول بالك صحاب الخير بالك يعاونوها تروح للخارج ودير كلوة وتعيش حياتها ودير وليداتها عند رب العالمين. ونطلب من السلطات المحلية باش ما يعاونوها رب العالمين. رغم الألم فإن الأمل باقي، بقاء الرحمة التي لا تنتهي، نصنعها نحن بأيدينا وبمساعدة الناس، وقد يكون هؤلاء المرضى مفتاح جنة الكثير من أهل الخير والإحسان. إلى اللقاء.